معنا من الرباط مراسلتنا فاتحة أو علي. يبدو إذن الوفود بدأت تصل تباعا من أجل هذه المحادثات التي يفترض أن تبدأ غدا في بوزنيقة. فاتحة. نعم فضيلة، يفترض أن كل الوفود وصلت، يعني أعضاء الوفدين وصلوا بالأمس، واليوم هناك حديث عن عقد جلسة سرية مغلقة بين الطرفين ربما في الفندق حيث يقيمون من أجل الاستعداد والتوافق ربما على ما تبقى من نقاط، بما أن الحديث الآن يدور على أن يوم غد سيخصص للتوقيع رسميا على التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة الأولى. اللافت فضيلة هو أن الغموض نفسه والتكتم الشديد يعني الذي أحاط بالجولة الأولى ما يزال كذلك يلف مجريات الجولة الثانية. لا معلومات أكيدة إن كان عن أسباب تأجيل هذا اللقاء لمرتين منذ يوم الأحد ثم أجل للثلاثاء والآن نتحدث عن غدا الخميس، أو حتى لا معلومات عن من سيكون حاضرا، هل فعلا سيكون عقيلة صالح وخالد المشري حاضرين من أجل التوقيع أو لا، وهل فعلا مشاورات يعني يوم غد ستكون عبارة عن جولة جديدة من التشاور والتباحث من أجل توصل إلى نقاط من الالتقاء جديدة، أو فقط اللقاء من أجل المصادقة بالتوقيع على التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا حول المناصب السيادية وتعديل المادة 15 من اتفاق السخيرات. يعني لحد الآن هناك تصريحات من هذا الطرف أو من ذاك، تارة يتحدثون عن أن الأمور تبعث على التفاؤل وعلى أن يعني مساحة عدم الثقة تتقلص وأن الطريق أصبحت سالكة على الأقل من أجل إبرام هذا الاتفاق حول المناصب السيادية. شكرا فاتحة أو علي من الرباط.